رئيس شعبه الارز. مساء الخير. مساء الخير على حضرتك وعلى كل مصر يا استاذ احمد. الرز زاد شويه؟ الرز ده شيء طبيعي جدا وما يخوفش وما يكونش فيه قلق، ان الزياده دي طبيعيه جدا، لان دايما بيكون بين بشائر المحصول وبين المحصول النهائي مش اقل من اسبوعين او ثلاث اسابيع، ولكن بتواجهنا مشكله عشان نبقوا على ارض الواقع. النهارده في بعض الاخوه بتخزن رز. وزي ما سعادتك وضحت كده وقلت احنا هناخد مقترح حضرتك ده وهنعمل بيه مذكره للسيد وزير التموين. ايوه. ان الفلاح اللي مخزن رز اكتر من زراعته، احنا مش ضد الفلاح يخزن رزه او يخزن محصوله كيفما شاء. نعم. وما احناش ضد التاجر يتاجر زي ما هو عاوز. نعم. الدولة ليست ضد هذا او ذاك. نعم. ولكن الفلاح يخزن رزه هو بس، والا لو اشترى رز وخزنه اذا يتحول لتاجر. الدولة ما عندهاش مانع انه يتحول، ولكن الوزير مطلع قرار وزاري بان اي حد عاوز يشتغل في الارض لابد ان ياخد جواب مختوم ومكتوب من ادارة التموين من المركز او المحافظة اللي تابع لها، ويبلغ اسبوع باسبوع بالكميات واسعارها اللي عنده. نعم. اللي بيعمل ذلك ومن يتبع التعليمات بتاعت الدولة سينجو من اي عقاب. واي واحد لمؤاخذه ما يقبلش الاقتراح ده خلاص هو الجاني على نفسه. فاحنا بنقول للمواطنين اللي بتخزن رز الدوله ما عندهاش مانع، خزن زي ما انت عاوز يا سيدي، ما فيش مشاكل، ولكن بلغ ادارات التموين على الكميات الرز بتاعتك. ايوه، اخزن وبالتالي الاسعار تزيد. يعني انا بدي له مبرر جاي لي يقول لي انا عايز اخزن، اقول له خزن وانا محتاج الرز للناس ياكلوه. احمد، هو عشان يخزن لازم يكون معاه سجل تجاري وبطاقه ضريبيه. نعم. وهنا هتردد مليون مره. لان اخواتنا اللي بيشتغلوا في الخفاء اكثر من اللي بيشتغلوا في العالم بكتير جدا جدا جدا. فعشان كده هيخاف يدفع حق الدوله. نعم. عشان كده مش هيبلغ. نعم. عشان كده مش هيروح. نعم. عشان كده هيعرض نفسه للمساله القانونيه. نعم. وزي ما حضرتك قلت احنا بقى هنبلغ والدوله تاخد اجراءات. احنا لا بنقول صودر ولا بنقول، الدوله تتصرف معاه كيفما تشاء. انسان مخالف وخدع الدوله وخدع المواطنين يستحق جزاء. بصراحه الزياده الطن زاد كام الكام يوم اللي فاتوا دول؟ والله الطن زاد من 500 ل 700، وفي بعض الانواع الجيده جدا وصل 1000 جنيه، لان بس ال 1000 جنيه ده ما يفرقش السبب، لانه بيدي رز ابيض اكثر من المعدل اللي هو اللي بتحسب عليه. نعم. يعني في مناطق بعض رزها يستاهل الفرق ده. بس احنا بنطمن المواطنين ان الرز ما زال في الارض الزراعيه، ولم يتم حصاد على مستوى الجمهوريه لا يتعدى 10 او اقصى تقدير 15%. ما زال 85% في محافظات، في بعض محافظات زي اجزاء كبيره جدا من كفر الشيخ، اجزاء كبيره جدا من الغربيه، الرز العريض كله، محافظه البحيره ما زال بالكامل ما فيش اي فدان فيها تم حصده. نعم. هناك كميات كبيره جدا الحمد لله من الارز موجوده، وما فيش مواطن على مر السنين يا استاذ احمد نزل يشتري رز كيلو رز او خمسه او 25 او 50 او 100 ورجع، الا وهو يرجع الحمد لله مجبور الخاطر بياخد الرز اللي هو عاوزه لاهل بيته، وحتى لو عاوز يخزن على شهرين ثلاثه بيخزن، مع ان احنا بنقول له ما تخزنش الرز موجود. عمر المواطن المصري ما نزل سوبر ماركت الا ويلاقي من 4 ل 5 اصناف. سؤال يا استاذ رجب، هو اللي بيخزن ده يعني بيخزن عشان يعمل ايه في الاخر؟ عادات، احنا عندنا عادات يا استاذ احمد، عندنا عادات، يعني عادات ما احناش عارفين نتخلى عنها، مع ان هو بيخزن على حسابه، مع ان هو السوبر ماركت حاطط له الرز على الرف طول النهار، حاطط له الزيت على الرف، حاطط له السمنه، حاطط له كل حاجه، الجبن محطوطه،
كل شيء موجود الحمد لله عندنا في السوبر ماركت بتاعنا الحمد لله. فاحنا بنقول للمواطنين يا اخوانا الرز موجود، والله الرز موجود طول السنه والحمد لله. ما فيش واحد مواطن مصري نزل يشتري كيلو رز الا ويلاقيه. يعني احنا بنقول للمواطنين يعني رويدا والرز موجود على مدار العام، واطمئنوا ان شاء الله الرز الفعلي والحقيقي هيبدا ان شاء الله من اول 10/10/10 هيكون اي كميات موجوده ب يعني محصول الجمهوريه كله طالع ان شاء الله. طيب يا استاذ رجب دلوقتي بتكلم على بتتكلم بشكل واضح هو انه في احتكار، يعني في ناس بيخزنوا، هل بنتكلم على محافظات 3-4 محافظات، محافظتين فين او اكترهم؟ والله بعض مناطق طبعا انا الشكاوى بتجيلي من بعض مناطق في الشرقيه، من بعض مناطق زي مثلا في الدقهليه زي بالقاس. نعم. والمناطق المجاوره لها زي المعصره، في مناطق بتيجي يم شربين في خزينه، بعض مناطق في دمياط. دي المحافظات اللي الشكاوي اخترجت منها، الشرقيه والدقهليه ودمياط. لكن بالنسبه لكفر الشيخ حقيقي ما جاش منها اي شكاوي، ورزها زي ما هو. الغربيه ما جاش منها شكاوي، والرز بتاعها لسه 90% منه. البحيره ما زال رزها 100% لم يتم حصاد اي كميات منها. فيعني طب النهارده السعر كام النهارده الكيلو؟ زاد كام ولا اقل ولا ايه؟ الشعير بعد ما كان مثلا ب 11 ونص الرفيع الحب بقى ب 12 ونص الجوده الكويسه. لا انا بتكلم على في المحلات الرز كويس. احنا المحلات بقى دي بتبيع مناطق، كل منطقه حسب وضعها متوسط كام، لكن الجمله بيطلع من المضارب النهارده ب 21 ب 21 لحد 22 البضاعه الممتازه الممتازه الممتازه. طيب متوقع ينزل يعني لما تنزل ان شاء الله في اكتوبر اللي جاي الدنيا تنزل شويه ولا خلاص هيربط على 20 و22 او 21؟ ان شاء الله متوقعين له الهبوط ثاني، ان شاء الله متوقعين له الهبوط، وان شاء الله البلد فيها خير كتير جدا من الرز. ايوه الحمد لله. لا حضرتك بتقول لي الجمله ب 21، يعني انا كهشتري كام من السوق؟ يعني لا يتعدى في بعض المناطق العاليه جدا 24 جنيه المفروض. المفروض ان اخواننا كمان. طيب اللي بيحصل ايه؟ مفروض ولا لا؟ نعم فندم. اللي بيحصل مش المفروض. انا اللي بيحصل بقى ما مش في 20 30 جنيه 28 29 30 جنيه وصل يعني؟ لا اتهيألي يا استاذ احمد لا، يعني في مناطق بسيطه جدا اللي ممكن تكون بتبيع ب 28 او لحد 29 او 30. الهرم دي تعتبرها منطقه ايه؟ تعتبر الهرم ايه حضرتك؟ الهرم تعتبرها انهي منطقه الهرم؟ احنا ظروفنا بس احنا مش بتكلم على الزمالك ولا جاردن سيتي ولا الدقي ولا التجمع. على فكره الهرم هيكون اكيد فيه رخيص، هيكون فيه رخيص ولا يتعدى باي حال من الاحوال المعبى 25 جنيه باي حال من الاحوال، والسائد فيه من 20 لحد 22 23. المنظومه محتاجه ايه بصراحه من الاخر؟ محتاجين ايه المنظومه؟ محتاجه ايه؟ انا بلد منتجه للرز، زارع اكتر من احتياجاتي، رز الناس بتاخده بتخبيه، بيبقى عندي ينزل ناس غالي، نعمل ايه في المنظومه دي؟ لا لا احنا ان شاء الله بامر الله نوعد الاخوه المواطنين بامر الله ان في اول 10 لحد 10/10 هيكون الرز نزل تاني واستقر في الاسعار بتاعته، واللي عاوز كميه ان شاء الله ياخدها وهيكون ما فيش اي مشاكل. استاذ احمد البلد مليانه رز، ومفاجاه يا استاذ احمد البلد مليانه رز ومليانه دولارات. وفي ايه؟ احنا بس لما بيطلع مليانه دولارات. دولارات؟ يا استاذ احمد احنا عندنا بلد مليانه رز ومليانه دولارات. استاذ احمد احنا عندنا مواقع بتحرض الناس على تخزين الرز، وعندنا مواقع بتحرض الناس على ارتفاع سعر الصرف بتاع الدولار. المواطن بيعمل ايه؟ بيروح بيقرا هذا الكلام، والدولة يعني نفسي انا ما الدولة ما توقفش مكتوفة اليدين امام هذه الاعلانات اللي هي بتحرض، بيقول لك ان الدولار هيزيد. المواطن اللي معاه 10,000 جنيه 20,000 جنيه اللي معاه 100,000 جنيه يا يروح يشتري رز يا يروح يشتري دولار، وايهما اسهل بالنسبة له بروح يشتريه. بقى الرز النهارده ناس بتتاجر فيه دلوقتي الرز مكسب، يعني بيكسبوا؟
استاذ احمد، ده واقع. واقع واحنا اشتكينا كتير من المواقع دي. يعني اللي عنده 5 طن رز بيطلع يكتب على المواقع، وخدنا المواقع دي وبعتناها للمسؤولين، ما زال لحد دلوقتي لم يتم التحريض. انت عندك تحريض كل يوم يا استاذ احمد، وبيجيبوا النشرات الخارجيه، النشرات الصفراء اللي بتقول لك الدولار هيتحسن يا استاذ احمد، وبتعيد نشره في مصر عشان خاطر الناس تشتري دولارات. واللي عنده شويه رز يقول لك الرز هيوصل 20 و30 ألف جنيه، وشغالين على هذا الوضع، والدوله مش راضيه تاخد اي اجراء. واحنا اشتكينا من المواضيع دي، اشتكينا على الرز اللي هو مسؤوليتنا احنا، قلنا والمواقع موجوده واصحابها موجودين ومعلومين. شكرا يا استاذ رجب شحاته، بشكرك شكرا جزيلا.